على هامش قمة مستقبلية التي نظمت بمناسبة الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وخلال المباحثات استذكر الزعيمان الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى كييف، وأعرب عن ارتياحهما لتعزيز العلاقات الثنائية. وشكل الوضع في أوكرانيا والطريق إلى السلام محورا رئيسيا خلال هذه المباحثات. وعقب اجتماعه بالكونغرس الأمريكي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها قيادة الولايات المتحدة الآن قد تسرع إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية العام المقبل. هذا ويزور زيلينسكي الولايات المتحدة لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقديم خطة النصر الخاصة به إلى قيادة الولايات المتحدة، وحث شركائه على المساعدة في تحقيق نصر مشترك من أجل سلام عادل.